بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للأساتذة الكرام، معك أستاذ أبو حميدي أنس، أستاذ فرض علي التعاقد من مديرية الدريوش. يعني اليوم جئنا إلى مدينة الناظور تلبية لدعوة تنسيقيتنا الإقليمية بالتنسيق مع التنسيقية الإقليمية لمديرية الناظور، على أساس يعني واحد المسيرة تبدأ من ساحة الشبيبة، ولكن بمجرد يعني تجمهر الأساتذة وتجمعهم في تلك الساحة تعرضنا لواحد المجموعة ديال المضايقات ومجموعة من الأعمال يعني الترهيبية في حق الأساتذة، لا لشيء إلا لأنهم طلبوا بحقهم المشروع في إسقاط مخطط التعاقد الذي يضرب مجانية التعليم ويضرب الوظيفة العمومية. يعني كان واحد تدخل رهيب، عرف واحد للمشادات في الحقيقة، يعني كانوا الأساتذة سلميين لدرجة لا تعقل، والحمد لله أنه كانت بالرغم من أنه كانت واحد الإصابات يعني طفيفة، تم محاولة اعتقال الأستاذ يعني من داخل مديرية الدريوش، ولكن صمود الأساتذة هو ما جعل قوات العمومية تتنازل عن اعتقاله وتطلق سراحه بعد أن أخذت البيانات الكاملة الخاصة به. فقط هنا يعني أود أن أرسل رسالة لأساتذة الكرام والمزاولين للمهنة، أرجوكم رجاء حار أن تلتفوا حول تنسيقيتكم، أرجوكم رجاء حار ألا تنطلي عليكم حيلة إسناد الأقسام. يعني حاليا المديريات والأكاديميات تحاول أن تسند أقسام يعني أساتذة مضربين لأساتذة يعني مرسمين بين قوسين، رغم أنني لا أحب هذه التفيئة، يحاولون إسناد أقسام أساتذة مضربين يعني بذريعة أنهم منقطعين عن العمل. حاليا الأساتذة ليسوا منقطعين عن العمل، وإنما هم مضربون ولا يحق يعني دستوريا قانونيا وجميع النصوص القانونية تنص على أنه لا يمكن إسناد أي قسم يعني لأستاذ في حالة إضراب. والتهديدات التي نراها حاليا ومحاولة يعني نقل التلميذ من مؤسسة إلى مؤسسة، يعني هذه مجرد حلول ترقيعية يحاولون بها تضخيم وزيادة الاحتقان الموجود في الشارع. ندعو آباء وأولياء التلاميذ إلى وقفة جادة لإنصاف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ولعودة تلاميذهم الأقسام. احنا كأساتذة أيضا نقدم اعتذار للتلميذ ونقول له أنه تم إجبارنا للخروج للشارع والمطالبة بحقنا في الإدماج، لأننا بصريح العبارة مهددون دائما وليس لدينا أدنى حق، ولو أني يعني أعد لكم البنود الظلم وبنود الذل التي هي حاليا يروجون لها فهي يعني لا تعد ولا تحصى. رغم أنهم روجوا إلى أن التعاقد تم إلغاؤه، لكن لم يتم إلغاؤه، فقط هذه إشاعات زائفة يحاولون بها تضليل الرأي العام. رغم أنهم حاولوا يعني أن يقدموا الأستاذ على أنه مشاغب وأنه يتملص من المسؤولية، إلا أننا نقول لهم بأننا وطنيون حتى النخاع وأننا لن نستسلم حتى الإدماج. وتحية لكل أساتذة.